حصلوا حمى سعلوا وشي كان يسعل نزل كل المستشفى قالوا بوسو تغذية حد سرح كل مستشفى الحكمة عمل كله كشافة عمل كله فحوصات روح كرقت وعمل بو إسهال وطارش هملاك وسعل دحين بو التهابات قالوا ما هال من يوم هو يرجع للنازل ما يطلعش لي أسبوع ذو أني راقد وهو ما هال من يوم هو يهبط ما هال من يوم هو يطلعش والحمى محموم وصل عليك حق حمى كل يوم هو يزداد نستقبل كل يوم حوالي ما بين 25 إلى 30 حالة يوميا من الحميات. الحميات هي حمى الضنك والحمى الفيروسية والملاريا. هذه الحميات منتشرة بشكل كبير في مدينة تعز. وأسبابها هي نتيجة وجود المخلفات القمامة في مجاري السيول. نتيجة عدم وجود يعني برنامج للنظافة داخل المدينة مما أدى إلى انتشار البعوض وأدى إلى انتشار هذه الحميات داخل المدينة والحالة الفقر المدقع والحصار الذي يتم على مدينة تعز فلذلك يصاب الناس أكثرهم بمثل هذه الأمراض ولا يستطيعون حتى شراء الأدوية